مساكم الله بالخير. بعد شوي بتلتقوا مع الدكتور عصام صديق اللي بيتكلم عن المكون المنسي في الطعام المنسي. الدكتور عصام هو طبعا خبير الصمغ العربي المعروف، وكان أيضا وزير للموارد المائية في السودان. في الآونة الأخيرة بدينا نسمع كلمات مثل بريبايوتيك، بروبايوتيك، وطبعا الأنتيبايوتيك. بنحاول نحل الطلاسم دي إن شاء الله. بالإضافة لحل الطلاسم بنتكلم عن فوائد البريبايوتيك بالذات، وأبيكم بس تركزون عليها لأنها وايد مهمة. مساكم الله بالخير متابعي أبو هاشم. اليوم إن شاء الله نكلمكم عن موضوع يهم المجتمع ويهم صحته. طبعا أبو هاشم وصفه بالطلاسم لأنه يتحدث عن جارجون جديد، نتكلم عن بريبايوتيك. بريبايوتيك طبعا هو ترجمته الغذاء الحيوي. زي ما أنتوا تعرفوا أنه المضاد، زي ما أنتوا بتعرفوا أن المضاد الحيوي معروف اسمه أنتي بايوتيك. نعم. كل الناس تعرف ذلك. نعم. لكن البريبايوتيك طبعا هو الغذاء الحيوي لبكتيريا الحياة. بكتيريا الحياة دي هي مسؤولة من جهاز المناعة وسلامة الجهاز الهضمي للإنسان. ولذلك هي مهمة جدا لمكافحة أمراض، وخاصة أمراض العصر كالبدانة والسكري والسرطان والكلى والكلى والقولون العصبي. نعم. وكل الأمراض بتاعت الحساسيات والمناعة. المناعة. نعم. مثل الأوتو إميون، حتى الأمراض اللي معروفة بالروماتيزم والإيدز. كلها أمراض متعلقة بسلامة جهاز المناعة. نعم. حتى الروماتيزم. كل الأمراض حقيقة متعلقة بنقص. اكتشف الطب أن الأمراض جميعها متعلقة بإما نقص في بكتيريا المناعة البروبايوتيك. نعم. أو البكتيريا الضارة. سبحان الله. لو سمحت دكتور، شنو بالضبط البريبايوتيك؟ وين الحصول عليه لو سمحت؟ البريبايوتيك هو مجموعة من السكريات المهمة جدا والنادرة، حيث لا توجد بنسبة عالية إلا في حليب الأم، وبنسبة ضئيلة جدا في بعض الفواكه مثل الموز في 1% فقط. بس والتفاح فيه كمان فيه نسبة أقل 0.5%. يعني كل تفاحة فيها 0.5% من البريبايوتيك، لا زيادة. نعم. وعشان نوضح هذه النسب، تخيل إنه الإنسان في اليوم محتاج ل 15 جرام من البريبايوتيك الطبيعي في اليوم، لأنه البكتيريا بتاعت الحياة الموجودة عنه يوميا بتنقص بذهابه إلى الخلاء، حيث يخرج الفضلات لتخرج الفضلات مثل السموم والدهون والألياف غير المهضومة. نعم. هذه يوميا لازم تخرج، والذي يخرجها عربة قمامة نسميها نحن بكتيريا البروبايوتيك. نعم. فلك أن تتصور كم تفاحة تريد في اليوم. 30 تفاحة. ياه. ولو موز 15 موزة. أوف. وهذا مستحيل. نعم. فالإنسان جنى على نفسه بعدم أخذ الرضاعة الكافية حولين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نعم. ورسولنا الكريم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. وبفضل الله اكتشفنا. نعم. أن هذه الندرة غير حقيقية. نعم. ربنا سبحانه
ربنا سبحانه وتعالى أودع البريبايوتيك في مادة منسية. نعم. طعام منسي هو الصمغ العربي. سبحان الله. فالصمغ العربي شقين. نعم. أو نوعين. نعم. أحدهما المن المذكور في سورة البقرة والطلح المذكور في سورة الواقعة. نعم. فكلاهما فيه نسبة أكثر من 85% من وزنهم بالبريبايوتيك. ما شاء الله. يعني سبع مما هو موجود في حليب الأم. ما شاء الله. سبع مرات أكثر من حليب الأم. نعم. ما شاء الله. طبعا النوع الذي فيه هذه النسبة العالية يصنع بطريقة التصنيع الصفري. الصفري التصنيع الصفري يحافظ على هذا المكون الاستراتيجي الهام في هذه السلعة الآن أصبحت. وهذا التصنيع الصفري مثاله حليب الأم، لا يبستر، لا يسخن، لا يأخذه الطفل مباشرة من الثدي. سبحان الله. هذا ما نسميه بالتصنيع الصفري للطعام، Zero Food Processing. نعم. ولذلك هذا التصنيع يجعل هذه المادة من الصمغ العربي مادة طبية تنحصر في إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث يحتضن السودان أكثر من 90% 85% من صنف الطلح. نعم. تنتجه حصريا شركة دار سافنا المحدودة. دكتور عصام، أنا صراحة شخصيا أستخدمه تقريبا بشكل يومي، وحتى لما سافر أودي وياي صار لي 4-5 سنين للوقاية بشكل عام. لو سمحت ممكن تعطينا بس يعني كيفية استخدامه سواء للأصحاء أو حتى للمرضى لو تكرمت. بالنسبة للاستعمال أسهل شيء. نعم. لأنه استعمال مع الماء، يعني تجيب ماء طريقتين. نعم. تجيب ماء مثلا في كوب، ثانية تفرغ الظرف في كوب جاف تماما ما في أي نقطة ماء، وبعدين تضيف عليه الماء. بعدين تضيف الماء من أعلى بقوة وبأعلى. نعم. وهذه أفضل، هذه أسرع للحريف. نعم. دكتور أنا لاحظت أن هذا أزرق وهذا أخضر، شو الفرق؟ الفرق أنه الظرف البنفسجي هذا يؤخذ دائما قبل الأكل في الصباح، يعطي نشاط. يعطي نشاطة. نعم. ومقاومة. نعم. الأخضر هذا قبل النوم. نعم. هو يعطي نظافة للجسم. نعم. وارتياح. نعم. طيب دكتور، إذا أنا أكل أكل صحي وكذا، ليش أحتاج هاي الأشياء؟ أكلك الصحي هو لك أنت. نعم. أما الطعام الصحي اللي تأكله ما فيه غذاء البكتيريا النافعة. ليش يا دكتور ما في؟ مع أن كله غذاء مفيد، يعني إحنا ما نأكل جنك فود مثلا. فعلا، لكن قلنا البريبايوتيك في التفاحة أقل من 1%. أكل الآن اللي بيأكله الإنسان. نعم. ما فيهوش البريبايوتيك الطبيعي. نعم. اللي هو بيغذي بكتيريا المناعة، ما تنسى. ولو قلنا نحن عايزين محتاجين في اليوم 15 جرام، فنحن من الظرفين ديل. نعم. اللي هي بريبايوتي والبريباي إم بناخد 20 جرام، فيها 15 جرام غذاء البكتيريا النابعة، والخمسة جرام عبارة عن أملاح مثل الكالسيوم المهم جدا. نعم. موجود فيه، وفيه كمان 2% بروتين، فيها أحماض أمينية كاملة، والمعروف أن الأحماض الأمينية موجودة فقط في اللحوم، وهذا رغم أنه نبات فيه الأحماض الأمينية كمكتملة. سبحان الله. سبحان الله. وكما قلنا سابقا انه اي انسان يفقد البكتيريا يوميا عند الاخراج. سبحان الله. لكن المصيبه حتكون اكبر لو اخذ مضاد حيوي. كلنا نعرف ان المضاد الحيوي يقتل البكتيريا الضاره، لكن قليل منا يعرف انه يقتل ايضا البكتيريا النافعه. لا اله الا الله. مثلا اذا اخذ مضاد حيوي لا يعوض البكتيريا النافعه المفقوده الا خلال عامين. يا الله. قصاد كل كبسوله
من مضاد الحيوي ينصح الأطباء بأخذ غذاء حيوي بريبايتك طبيعي مثل بريبايتك. طيب تكلمنا كثير بالنسبة للبريبايوتك وكيفية أخذه بشكل عام، لكن بالنسبة للمرضى والأطفال. بالنسبة للأطفال البرضعوا يأخذوا بعد 6 شهور، وبالنسبة للأطفال الذين لا يرضعون يأخذوا من اليوم الأول، يأخذ جرعة قليلة يعني أقل من 10 سنوات يأخذ زي ظرف فيه 6 جرام. أيه ممتاز. بالنسبة للمرضى كلهم يحتاجون لتقوية جهاز المناعة. نعم. لكن مثلا عندنا مرضى القولون. القولون العصبي شائع جدا في العالم. ربع نعم. سكان الكرة الأرضية عندهم قولون عصبي. ربع السكان تقريبا. أوف. في بلادنا أكثر. شائع جدا في بلادنا بنسبة أكبر. ليش؟ للنمط الغذائي، للنمط الغذائي وللحوم التي نأكلها الآن من حيوانات متغذية على المضاد الحيوي لزيادة وزنها. لا إله إلا الله. والحبوب، والحبوب محورة جينيا أو دخلت عليها كثير من الأسمدة والكيماويات. لا إله إلا الله. غيرت من طبيعتها. وتصنيع الحبوب الآن ليس مثل الرحى الحجري القديم، صارت بالتصنيع الدوار الذي يضر بالإضافة إلى نقص مدة الرضاعة. ف10% فقط من الأمهات يرضعون أقل من 6 شهور. مثلا مرض التوحد. نعم. كان في الستينات القرن الماضي 20,000 طلع منهم واحد فقط عنده مرض التوحد. نعم. أما الآن 1 من كل 70 في العالم يطلع عنده مرض التوحد. لا إله إلا الله. العلاقة الآن قوية جدا بين القولون والعقل. سبحان الله. كيف؟ ما يسمى أي نعم. الآن يتحدثوا عن الجود برين أكسس، يعني الأمراض النفسية والعقلية كلها. فمثلا القولون العصبي ما عنده علاج معروف، لأنه الموضوع متعلق، الموضوع متعلق بنفس البكتيريا المناعة. ولذلك نحن بنوصف للقولون الإمساكي البريبايوتيك الطبيعي بريبايو ام، مرة في الصباح ومرة اللي في هو كذا هاي أبسايد داون. قولون الإسهالي نعم يوصف له البريبايوتي اللي هو هذا نعم صباحا ومساء. بالنسبة للي عنده نفخة أو غازات يأخذ دائما البريبايوتي في الصباح والبريبايو ام في المساء. نعم جزاك الله خير. دكتور وش فائدة الصمغ العربي بالنسبة للأمراض المستعصية لو سمحت؟ قلنا إنه أمراض العصر مثل السرطان والسكري والبدانة هذه كلها أمراض متعلقة بنقص المناعة ونقص البكتيريا النافعة. والصمغ العربي هنا يدخل لأنه غذاء للبكتيريا النافعة. نعم. وقديما قال أبو غراط، وقديما قال أبو غراط أبو الطب، غذاؤكم دواءكم ودواءكم غذاؤكم. فعلا فعلا صدق. جات البريبايوتيك من الصمغ العربي أخضعت لأبحاث استمرت 14 عاما بين السودان وألمانيا وإيطاليا. نعم. مثلا منتج بريبايوتي أخضع لأبحاث الإسهالات للأطفال والمناعة والقولون. منتج بريبايو إم أخضع لأبحاث البدانة بالنسبة للحيوان والإنسان ونشرت عالميا ما شاء الله. وأخضع الإثنان وأخضع بريبايو إم أيضا إلى القولون الإمساكي. نعم. ونال الباحث في كلية الطب هي الأستاذية. أها ما شاء الله. وكذلك أخضعت لأمراض الحساسية. نعم. وأخضعت لأمراض السيكل سيل ديزيز نشرت عالميا. نعم. والآن الروماتيزم أبحاثه مستمرة ونتائية الأولى مشجعة ما شاء الله. والمرض بتاع الإيس ومن المؤمل بدء أبحاث الإيس قريبا بعد مرور الإجازة الأخلاقية ما شاء الله. طبعا دكتور احنا نتكلم عن غذاء وليس دواء صح؟ نعم. ممكن تسترسل في الموضوع ذي لو أيوة. تكرمت. نعم. نحن في البداية قلنا أن هذا طعام منسي ومكون منسي. نعم. ركزنا على الطعام وقلنا نعم. أن أبو غراط قال أن طعامكم دواءكم.
وقلنا أن هذا طعام استراتيجي يغذي بكتيريا المناعة. نعم. وقلنا أن بكتيريا المناعة مسؤولة من جهاز المناعة. نعم. وجهاز المناعة يعني أنه يكافح الأمراض. نعم. لذلك هذا المنتج غذاء علاجي من الدرجة الأولى. سبحان الله. دكتور، هل في آثار جانبية بالنسبة لاستخدام الصمغ العربي أو المنتجات ذي؟ ليست هنالك آثار جانبية لأن مكونات ليست هناك آثار جانبية لأنه هذه المادة طبيعية غذائية من الدرجة الأولى، وهذه المادة مصنفة عالميا من قبل منظمتي الصحة العالمية والفاو على أنها ADI Unspecified، وتعني أنه يؤكل بدون حدود. ما شاء الله. وكذلك بالنسبة للـ FDA اللي هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية تسميه جراس، يعني أنه هذا آمن. نعم. بداية الاستعمال لاحظنا أن هنالك الغازات تزيد، وهذا مؤشر عافية وليس مؤشر ضرر. سبحان الله، عجيب والله. وهذا إشارة إلى أن قولون الشخص الذي تناول لم يكن في حالة طيبة وبدأ يتعافى. سبحان الله. دكتور، في كثير من الأسئلة يسألوني وين ممكن يشترون المنتجات هذه في الوطن العربي بشكل عام؟ في قطر، موجود في دول الخليج في الصيدليات بقطر والأمارات والكويت، وفي أمريكا يباع بري بايو إم وبري بايو تي خلال أمازون، وأيضا البري بايو تي والبري بايو إم موجود في الصين لأول مرة هذا الشهر، ومنذ 3 سنوات بماليزيا. ما شاء الله. لكل الدول غير المذكورة يجدونها من خلال أمازون.com في أمريكا. نعم، جزاك الله خير يا دكتور، بارك الله.